فائدة الشيخ بكار الزعبي والشيخ عبد الفتاح الزعبي، تسمعون بهما؟ كانا في الشمال، كانا من الأولياء. كان في الأول سبحان الله بالسبعينيات، يعني مش من زمان، كتير كتير بعيد، في طرابلس أكثر من ولي، في بيروت أكثر من ولي، في صيدا يوجد ولي، في البقاع يوجد ولي، في دمشق أولياء، في حمص أولياء، في حلب أولياء، الآن لا نعرف، سبحان الله، في حماة، في حمص، في الرقة، في كثير من بقاع الأرض، في عمان، في إربد، في جرش، كان أعرف أولياء هناك، كنا نزورهم في المدينة المنورة، كان عدد، هو دائما المدينة المنورة فيها من أكابر الأولياء، لكن نتكلم عن من نعرفه. في مصر كان يوجد من يعرف أنه من الأولياء، الآن لا نعرف، ودائما في الأرض يوجد أولياء. الشيخ عبد الله قال كل بقعة فيها عدد كبير من المسلمين لابد فيها أولياء، يعني في أي بقعة من الأرض فيها عدد كبير من المسلمين لابد أن يكون فيها أولياء. لكن كنت تذهب طريق الجديدة الشيخ عبد الله الحمصي، قبل ذلك كان الشيخ حسين، هذا الذي من المغرب له كرامات ومشهور، بعض أهل بيروت كانوا يقولون الشيخ حسيون. في ساقية الجنزير الشيخ خليل عيتاني، الله أكرمنا وزرناه، كان دائما الذكر، تقعد معه عنده دكان، لكن كأنه ليس عنده دكان، جالس في الدكان لكن يذكر الله، وإذا حان وقت الصلاة يصعد على سطح الدكان، دكان بناء قديم، تعرفوها المحطة البنزين اللي على ساقية الجنزير على الزاوية هناك، أيوة هناك كان هو هذا الشيخ خليل عيتاني، يعني قلب بيروت إذا مشيت برجلك. كان في واحد من الأولياء اسمه الشيخ حسين الحبشي في مسجد الذي عند البحر عين المريسة، كان يأخذني الشيخ عبد الله إليه في غرفة الخادم يبيت هناك، حسين الحبشي، يمكن أحدكم ما رآه، يمكن هذا كان من الأولياء أيضا. يعني انظروا في هذه البقعة الصغيرة كم ولي. وكذلك لما نذهب إلى طرابلس، واحد اسمه الشيخ مصطفى، الشيخ واحد اسمه الشيخ عبد الرحمن، هذا كان من آل الشيخ، مختمر في الولاية 40 سنة في الجذب، اسمه الشيخ هذا شلبي، من آل شلبي رحمه الله، أيضا هذا كان من أصحاب الكرامات. تمشي هكذا وتجد هنا ولي، هنا ولي، هنا ولي. الشيخ أحمد الصيادي في السوق كان له غرفة صغيرة، أرسلني الشيخ إليه مرة رحمه الله، قال خذ مسجلا واسأله عن قصة الفرن، لما دخل وأطفأ الفرن وصار ينبع منه الماء، كان هو يشتغل في الصحية فأصلح مكانا لشخص من غير المسلمين، مكان كان تعطل فيه شيء في قضية الماء، وما رضي أن يعطيه الأجرة، طالبه بالأجرة ما قبل، فسبه وسب الرفاعية، هو رفاعي الشيخ أحمد الصيادي الرفاعي. فهناك كان فرن يسمى فرن الضيعة، الضيعة كان فيها فرن واحد في الماضي، دخل الفرن الحامي ومعروف عن الرفاعية، قال شيخنا يدخلون الفرن الحامية يبيت فيه هنا في ناحية والخباز يخبز في ناحية، هو دخل أطفأه وصار ينبع منه الماء، فضجت القرية واشتهر، صاروا يقولون فرن الشيخ. لما حصلت هذه الحادثة ثم اجتمعوا وذهبوا إليه واستسمحوه واعتذروا منه، قال طيب اذهبوا، توقف الماء، ما عاد يصلح للخبز، ينبع منه الماء، فسموا الفرن فرن الشيخ. هذا في هذه الضيعة، تعرفون مجلة الحسناء كتبت هذه القصة عن الشيخ أحمد الصيادي. يعني كنت تجد هنا ولي، هنا ولي، هنا ولي، الآن تجد هنا دكان بايع خمر، هنا مكان للذين يقال لهم كذا من الفاسدين، وهنا محل لهؤلاء الفاسدين، وهكذا تغير الحال سبحان الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بهم تمطرون وبهم ترزقون، عن الأولياء، عن الصالحين، يعني الله يرزق الناس ببركتهم وينزل المطر ببركتهم، ببركة هؤلاء
الذين يقومون بالليل يتعبدون وبالنهار يصومون. الآن كثر الفساد، بعض الناس بيسألوا ليش البلاء كتير، وشوفوا على أي حال الناس في الغالب.